السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع في محاضرتنا الحالية التدفق المغناطيسي وقانوني فاراداي ولينز. يعني احتمال أو على الأغلب معظمكم سمع بهالقانونين هذول بمادة الفيزياء اللي أخذتوها بالثانوية. طبعا درسنا فيما سبق أن مرور التيار الكهربائي في سلك ينتج عنه حقل مغناطيسي يحيط بهذا السلك، وتعلمنا طريقة حساب هذا الحقل. تمام، فرح نحكي اليوم عن التدفق المغناطيسي. طيب، يمكن تعريف التدفق المغناطيسي على أنه عدد الخطوط المغناطيسية التي تخترق وحدة المساحة. تمام، إذا افترضنا أن عندنا مساحة جزئية عنصرية هي دي اي، عبارة عن عنصر مساحة من سطح غير منتظم كما في هذا الشكل اللي أمامنا، فيكون التدفق المغناطيسي بي هو عبارة عن عدد الخطوط التي تخترق هذه المساحة، والذي يعبر عنه بشدة الحقل المغناطيسي بي مضروبا في المساحة العمودية دي اي. ويرمز للتدفق المغناطيسي عادة بالرمز فاي ام، حيث يعطى بالعلاقة التالية. هي العلاقة مهمة يا شباب. فاي ام بتساوي بشدة الحقل المغناطيسي مضروبة ب اي اللي هي المساحة اللي عندنا، وبالتالي هي عبارة عن طويلة الأول في طويلة الثاني في كوساين الزاوية تتا بينهما مثل ما هو ظاهر بالشكل الأمامي، حيث طبعا اي هي متجه السطح وقيمته تعطي مقدار المساحة، واتجاهه يكون دائما عموديا على السطح. وفي حال قسمنا السطح إلى سطوح عنصرية صغيرة، عندها يمكن حساب التدفق المغناطيسي من خلال التكامل التالي اللي هو يعني تنفيذ العلاقة السابقة. طيب، هلا في عندنا ملاحظة بدنا نحكيها. تكون قيمة هذا التدفق المغناطيسي مساوية للصفر إذا كانت الزاوية المحصورة بين الحقل المغناطيسي ومتجه المساحة هي زاوية قائمة. ليش؟ لأنه كوسين الزاوية القائمة وفق هذه العلاقة بيساوي الصفر. أي أول شيء. اثنين، تكون قيمة التدفق المغناطيسي أكبر ما يمكن عندما تكون الزاوية المحصورة بين الحقل المغناطيسي ومتجه السطح إما صفر أو 180، لأنه في هذه الحالة سيكون كوسين الصفر واحد أو ناقص واحد حسب الدرجة اللي أمامنا، ويكون التدفق المغناطيسي إما موجب أو سالب حسب الزاوية. ثلاثة، إذا كان التدفق المغناطيسي موجبا فهذا يشير إلى أن خطوط الحقل المغناطيسي تكون خارجة من السطح، أما يعني من السطح باتجاه الخارج. أما إذا كانت إشارة التدفق المغناطيسي سالبة فهذا يشير إلى أن خطوط الحقل المغناطيسي تكون داخلة إلى السطح. نلاحظ في هذا الشكل اللي أمامنا، في هذه الحالة التدفق المغناطيسي يساوي صفر. ليش؟ لأنه المتجه دي أي عمودي على متجه الحقل. تمام؟ هذا متجه الحقل المغناطيسي، وهذا الدي أي عموديين على بعضهم، يعني الزاوية بيناتهم 90، وبالتالي كوسين 90 صفر. في هذه الحالة اللي هي الحالة الثانية، يكون التدفق المغناطيسي مساويا ب في اي. ليش؟ لانه متجه الدي اي في نفس اتجاه متجه الحقل، يعني الزاويه بيناتهم صفر وكوسين الصفر واحد، فبيبقى معي الفاي ام بتساوي البي في اي فقط لا غير. طبعا وحتى التدفق المغناطيسي هي عباره عن الوحده اللي امامنا اللي هي مثل تسلا متر مربع تنفيذ للقانون هذا. ما هو قانون فاراداي؟ ليكن لدينا دارة كهربائية مكونة من مقياس جالفانومتر موصول مع ناقل كما هو موضح في الشكل. فإذا قمنا بتقريب مغناطيس دائم من سطح الناقل، فإننا نلاحظ انحراف مؤشر الجالفانومتر، وهذا دليل على مرور تيار كهربائي ضمن هذه الدارة. وعند ثبوت الحقل المغناطيسي يعود مؤشر الجالفانومتر إلى الصفر. أما عند سحب المغناطيس في الاتجاه المعاكس سينحرف هذا المؤشر في الاتجاه
الآخر مما يشير إلى مرور تيار كهرباء بعكس جهة التيار المار في الحالة الأولى. يعرف هذا التيار الكهربائي بالتيار المتحرك، وينشأ هذا التيار بسبب وجود قوة محركة كهربائية. هاي الأشكال هاي هي تنفيذ للكلام اللي كنا عم نقرأه منذ قليل، هاي شكل الجلفانومتر والمؤشر تبعه وشكل مرور خطوط الحقل المغناطيسي، طيب وعلاقته مع التيار. هلا في تجربة أخرى موضحة في الشكل التالي اللي هو أمامنا حاليا، وهي عبارة عن دارة كهربائية مكونة من مدخرة بطارية وقاطعة سويتش يعني وسلك ناقل تم لفه على أحد الجانبين لحلقة حديدية، أما على الجانب الآخر تم لف سلك ناقل وتم وصله مع مقياس جلفانو ميتر مثل ما هو ظاهر أمامكم بهذا الشكل. نلاحظ مرور تيار كهربائي في المقياس، وذلك عند فتح وإغلاق القاطعة الموجودة في الدارة الكهربائية، وهذا يعود إلى أنه في حالة فتح الدارة الكهربائية أو إغلاقها فإن التيار يتغير بين القيمة صفر وأقصى قيمة له، مما يؤدي إلى تغيير في الحقل المغناطيسي المتولد في الملف على الجانب الأيسر للدائرة، وهذا يؤدي بدوره إلى تيار كهربائي يمر في الدارة الثانوية. طيب، صاغ العالم فاراداي قانونه بعد الكلام اللي سمعناه، صاغ العالم فاراداي قانونه وفق الشكل التالي: تيارا كهربائيا يدعى بالتيار المتحرض يمكن توليده في دارة إذا تغير التدفق المغناطيسي من خلال الدارة ويدوم هذا التيار بدوام التغير. هاي هي صيغة قانون فاراداي اللي لازم تنحفظ. طيب السؤال الآن: ما هو الأمر الذي يسبب نشوء هذا التيار التحريضي؟ من الملاحظات العملية على التجارب السابقة، التجربتين السابقات، نستنتج أن القوة الكهربائية في الدارة تتناسب طردا مع المعدل الزمني للتغير في التدفق المغناطيسي خلال الدارة، يعني الإبسلون هاي بتساوي ناقص دي فاي إم على دي تي، يعني العلاقة مرتبط بالزمن. طبعا فاي ام هي التدفق المغناطيسي المار خلال الدارة الكهربائية. طيب في حال الدارة الكهربائية عندنا كانت مؤلفة من عدة لفات، ان لف يعني، فإن قانون فاراداي للتحريض يعطى بنفس العلاقة السابقة لكن مضيف إلى عدد اللفات، ومن أجل تغيير التدفق المغناطيسي يمكن استخدام عدة طرق، وهي: واحد، تغيير الحقل المغناطيسي ممكن نغيره، أو نغير مساحة الدارة الكهربائية، أو نغير الزاوية بين متجه الناظم العمودي على المساحة ومتجه الحقل المغناطيسي. ف يعني كأني عم أطبق العلاقة السابقة ومنعوض فيها، بدل الدي فاي ام مثل ما قلنا هي عبارة عن دي بي اي بكوساين تيتا. طيب هلا القوة المحركة الكهربائية التحريضية: عند تحريك قطعة مستقيمة من ناقل ما طوله L بسرعة منتظمة مقدارها V، قطعة مغناطيسية منتظم هو B اتجاهه نحو الداخل كما في الشكل التالي، فإنه يحدث ما يلي: أولاً، تتولد قوة مغناطيسية داخل مادة الناقل، أي أول شيء. اثنين، تعمل القوة المغناطيسية المتولدة على تحريك الشحنات بحيث تتراكم الشحنات الموجبة في طرف والشحنات السالبة في طرف آخر كما هو ملاحظ هنا. تمام؟ ثلاثة، ينشأ حقل كهربائي شدته اي نتيجة تراكم الشحنات، وهذا أمر حكينا عنه سابقا في محاضرات سابقة. أيضا أربعة، ينشأ عن الحقل الكهربائي هذا قوة كهربائية
تعمل بعكس اتجاه القوة المغناطيسية. طيب، خمسة، تتوقف الشحنات عن الحركة إلى أطراف الناقل نتيجة لتساوي القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية كما هو ظاهر أمامنا، وبالتالي F A بتساوي F M. طبعا هذا الكلام يعني جيد، تمام، يا ريت تكونوا فهمتوا الصيغة هاي. الله يبارك فيكم. هلا، يبقى فرق الكمون بين طرفي الناقل طالما أن الناقل يتحرك ضمن الحقل المغناطيسي، وسوف نوضح كيف ينشأ التيار المتحرك ضمن الناقل المتحرك. فإذا افترضنا أن الناقل موجود ضمن دارة كهربائية موضحة في الشكل السابق، وحركة الناقل تؤدي إلى تغير في التدفق المغناطيسي مع الزمن لأن المساحة المحصورة بالدارة الكهربائية تتغير مع حركة الناقل، تمام؟ هلأ، تحت تأثير قوة خارجية اللي هي FAB، يعني application اللي هي أمامنا، تمام، يتحرك هذا الناقل بسرعة مقدارها V، ومرة أخرى تتأثر الشحنات الحرة داخل مادة الناقل بالقوة المغناطيسية اللي هي كيو في بي بي، ولكن في هذه الحالة سوف لن تتراكم على طرفي الناقل بل ستتحرك خلال الدارة الكهربائية، وهذه الحركة تعني أن تيار كهربائي يسري في الدارة ناتج عن تغير التدفق المغناطيسي بتغيير المساحة كما علمنا سابقا، وبالتالي يمكن إيجاد قيمة التيار الكهربائي المتحرك كما يلي، هي عبارة عن إبسلون على آر، يعني بي إل بي على آر، كما يمكن أيضا إيجاد الباور أو القدرة المبذولة بواسطة القوة الخارجية كما يلي وفق العلاقة التالية، هي القوة ضرب V، يعني مجرد تعويض للعلاقات والقوانين. طبعا هيك بكون أنهينا قانون فاراداي. مطلوب منكم حفظ العلاقة، مطلوب منكم حفظ القانون بحد ذاته، نص القانون يعني، والمفهوم العام للتدفق المغناطيسي. طيب، فحنتقل الآن إلى لينز لو اللي هو قانون لينز. طبعا تدل الإشارة السالبة في قانون فاراداي على اتجاه المتحرك الذي يتولد في الدارة الكهربائية نتيجة للتغير الحاصل في التدفق المغناطيسي بالنسبة للزمن، نحن ما قلنا هو دي فاي ام على دي تي. وباستخدام قانون لينز يمكن تحديد اتجاه التيار التحريضي، حيث ينص هذا القانون على ما يلي: يكون اتجاه التيار المتحرك في الدارة الكهربائية بحيث ينتج أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. حالة توضيحية، يعني توضيح لهالكلام هذا. إذا افترضنا حقلا مغناطيسيا خارجيا في اتجاه الصفحة نحو الداخل، تمام؟ طبعا يعني علامة الإكس تدل أنه نحو الداخل. فعند تحريك الساق المعدنية إلى اليمين يزداد التدفق المغناطيسي داخل الدارة مع الزمن، ليش؟ لأن المساحة سوف تزداد. من قانون لينز ينشأ تيار متحرك بحيث تنشأ قوة تقاوم حركة الساق إلى اليمين لتمنع الزيادة في التدفق المغناطيسي في الدارة، وبالتالي يكون اتجاه التيار المتحرك عكس عقارب الساعة، ولهذا التيار المتحرك حقل مغناطيسي في اتجاه خارج من الصفحة عكس الحقل الخارجي، تمام؟ ليش هالحكي هذا؟ مشان يقاوم الزيادة الحاصلة في التدفق المغناطيسي. طيب، هلا إذا تحركت الساق المعدنية نحو اليسار بحيث يقل التدفق المغناطيسي مع الزمن، فإن هذا التيار المتحرك الناتج سوف يكون مع عقارب الساعة، تمام؟ لاحظ
أي اتجاه دوران هيك مع عقارب الساعة، بحيث يكون الحقل المغناطيسي الناشئ عنه في اتجاه داخل على الصفحة، يعني مع الحقل المغناطيسي الخارجي، وذلك ليش؟ ليقاوم النقصان في التدفق المغناطيسي. هن حالتين متعاكستين، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية هن حالات متعاكسة. طيب أيضا حالة أخرى توضيحية شبيهة بالحالة السابقة، لكن هون على حلق. هلأ عند اقتراب المغناطيس من الملف، فإن التيار المتحرر المتولد سوف يعطي حقلا مغناطيسيا معاكسا للزيادة في الحقل المغناطيسي، ولهذا فإن التيار المتحرر المتولد في الحلقة سيكون في اتجاه عكس عقارب الساعة، ليكون اتجاه الحقل المغناطيسي الناشئ عنه حسب قاعدة اليد اليمنى في عكس الزيادة في التدفق المغناطيسي، أو في التدفق الناتج عن المغناطيس الخارجي. طيب ننتقل للحالة هاي، لاحظ أن التيار المتحرر المتولد في الحلقة نتيجة اقتراب المغناطيس من الحلقة ينشئ حقلا مغناطيسيا له قطب جنوبي وقطب شمالي ليتنافر مع المغناطيس المتحرك. تمام؟ طيب هلا ما هي أو ما هي القوة المحركة الكهربائية التحريضية والحقول المغناطيسية؟ تمام؟ يا ريت هيك تنظروا لي بهذا الشكل على القوة الكهربائية وعلى الحقول المغناطيسية. تمام؟ طيب لاحظنا منذ قليل أو مما سبق أنه بتغير التدفق المغناطيسي تتولد قوة محركة كهربائية تحريضية وتيار تحريضي في الدارة، وهذا يؤكد على وجود حقل كهربائي تحريضي نتيجة لتغير أو للتغير في التدفق المغناطيسي. وكما نعلم من النظرية الكهرومغناطيسية أن أي حقل كهربائي ينتج من تغير تدفق مغناطيسي في الفراغ، وهنا سنقوم بحساب أو بإيجاد العلاقة بين الحقل الكهربائي المتحرر والتغير في التدفق المغناطيسي. الشكل السابق يبين حلقة، اللي هو الشكل اللي كان أمامنا منذ قليل، اللي هو هذا. لاحظ عنا حلقة نصف قطرة R. الشكل السابق يبين حلقة ناقلة نصف قطرة R موضحة في، أو عفوا موضوعة في، حقل مغناطيسي خارجي متغير مع الزمن عمودي على مستوى الحلقة. من قانون فاراداي فإن القوة المحركة الكهربائية تعطى بالعلاقة التالية، اللي هي الدي فاي ام على دي تي. طيب تعمل القوة المحركة الكهربائية على توليد تيار كهربائي في الحلقة الناقلة، وهذا بدوره يشير إلى وجود حقل كهربائي يتناسب مقداره والتيار المار في الحلقة، وله اتجاه المماس على الحلقة كما نلاحظ في الشكل السابق. بحساب العمل المبذول لتحريك شحنة مقدارها كيو في الحلقة الناقلة بواسطة كل من الحقل الكهربائي الناشئ والقوة المحركة الكهربائية ومساواة معادلتين مع بعضهم البعض، ينتج لدينا أن كيو إبسلون بتساوي كيو في اي 2 بي ار. تمام؟ وبالتالي تكون الاي هي عباره عن ابسلون على 2 بي ار. لدينا ان فاي ام تدفق هو عباره عن بي في اي، يعني بي ار مربع في بي. تمام؟ بانه حلقه، يعني اللي هو مساحه الحلقه بي ار مربع. تمام؟ وبالتالي بتكون الاي في هذه الحاله هي 1/2 بي ار. تمام؟ في دي فاي على دي تي، يعني ار دي بي على دي تي، بعد ما نعوض قيمة فاي ام بهذا المقدار. طيب من هالمعادلة هاي نلاحظ انه اذا علمنا معدل التغير في الحقل المغناطيسي دي بي بالنسبة للزمن دي تي، يمكن حساب الحقل الكهربائي الناشئ عن التحريض.
أما الإشارة السالبة فهي دليل على أن الحقل الكهربائي في اتجاه يعاكس التغير في الحقل المغناطيسي، وبشكل عام تعطى القوة المحركة الكهربائية على مسار مغلق بالعلاقة التالية: إبسلون هي إي في دي إس، وبالتالي بتساوي دي فاي إم بالنسبة للزمن. هلا يعني لحد هون ما بعرف، ان شاء الله الامور تكون طيبه. في كلام كثير، لكن بعتقد الكلام مفهوم لما ترجعوا هيك تقرؤوه انتم بتمعن بعد ما تسمعوا هالمحاضره هاي. الامور بسيطه باذن الله تعالى. طيب هلا المولد الكهربائي والمحرك الكهربائي، ولا شو رايكم نتركهم للمحاضره القادمه؟ انه هذا بحث مهم نوعا ما، لذلك خلينا نتركهم للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم ولحسن استماعكم ولإصغائكم، أتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.